وينضم إلينا من الخرطوم الكاتب الصحفي محمد علي فزاري. أهلا بك سيد محمد على شاشة الغد. في البداية، يعني تصاعد أو تبادل القصف بين الطرفين، هل ينذر ذلك بمواجهة محتملة في الأيام المقبلة؟ في الحقيقة أنا لا أتوقع مواجهة ما بين السودان وأثيوبيا، رغم هذه الاستعدادات العسكرية المتكررة من الجانب الأثيوبي، وهي محاولة لجر الجانب السوداني للدخول في مواجهة عسكرية، لأن السودان ذكر في أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من مسؤول بأنه ينشر الجيش السوداني على حدوده المتاخمة لأثيوبيا، ولكن ليس هنالك أي نوايا سودانية للدخول في حرب مع أثيوبيا، وحذر بذلك رئيس مجلس السيادة وقال أن المنطقة بأسرها قد تكون عرضة إلى حالة من عدم الاستقرار في حال دخول. سيد محمد، إذن لماذا لم تلجأ السودان إلى مجلس الأمن الدولي بعد الانتهاكات الأثيوبية الأخيرة؟ السودان لا يريد تدويل هذه القضية الحدودية، ومعروف بأن هذه المناطق، مناطق الفشقة وقيرة، هي مناطق سودانية. السودان لديه من الأدلة والخرط ما يكفي لحقيقته في هذه المناطق، فبالتالي لا يريد أن يشتكي، فهو صاحب الحق لا يشتكي يعني. وربما الجانب الأثيوبي هو يريد أن يحسم هذا الأمر عسكريا، ومن خلال يعني لفت الأنظار بهذه الاستعدادات العسكرية المتكررة في منطقة الفشقة وغيرها، ولكن هذا لا يدل على أن السودان يريد أن يصمت ويترك الأمر على عواهنه، فبالتأكيد هنالك خطوات سياسية ودبلوماسية بدأت تتحرك فيها وزارة الخارجية وكذلك مجلس السيادة ومجلس الوزراء في إقناع الجانب الأثيوبي بضرورة الانسحاب من هذه المناطق التي قال أنها يعني تم السيطرة عليها، ولكن هذه كانت مستوطنات إثيوبية داخل الأراضي السودانية بلغت 11 مستوطنة تمت استردادها من قبل القوات المسلحة السودانية، ولا يوجد جندي إثيوبي واحد في السوداني واحد داخل الأراضي الإثيوبية، بل العكس، هذه الهجمات هي دخلت الأراضي السودانية من خلال هجوم على دوريات سودانية تقوم بتمشيط الحدود وكذلك تأمين المنطقة. نعم سيد محمد، يعني إلى أي مدى يمكن التوافق لإيجاد حل في ظل المباحثات بين الطرفين؟ هو الحل وارد مهما كانت الحرب أو الصراع أو النزاع العسكري، لابد في نهاية المطاف جلوس الطرفين والوصول إلى اتفاق، لأن الحرب معروف كلفتها باهظة على الطرفين والمنطقة بأسرها، ولكن الحكومة السودانية لا تقبل أي وساطة فيما يتعلق بتسوية النزاع الحدودي ما لم ينسحب الجانب الأثيوبي بصورة كاملة، يعني أمر الوساطة حتى عندما طرحت من جنوب السودان رأت الحكومة بأنها يمكن أن تكون للتهدئة التوتر في المنطقة، ولكنها ليست تتعلق بسحب القوات السودانية من المناطق التي تم استردادها، فبالتالي أثيوبيا لا ترغب في الجلوس للتفاوض حتى يعني تقر بهذه الحقوق او المناطق التي تمت يعني استعادتها، وهي مناطق سودانيه معلومه منذ العام 1902، وتحدث وزير الخارجيه البريطاني في ذلك، معلوم بان بريطانيا كانت هي المستعمره السابقه للسودان وتفاوضت في مفاوضات عام 1902 و1903، وكل هذه ادله موجوده وموثقه في دار الوثائق البريطانيه تدل على احقيه السودان في منطقتي الفشقه الصغرى والفشقه الكبرى، ولا مجال للتفاوض في هذا الأمر كما ترى الحكومة السودانية ذلك. نعم، الكاتب الصحفي محمد علي فزاري كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.